لو في حاجة مش فاهمينها يا جماعة نقول. طالمين علي مش مهندس علي فاهم؟ أيوة معاك يا باشمهندس. فالمالتي لير سويتش ده يا جماعة بيشتغل أكتر من لير 4، يعني ممكن يشتغل لغاية اللير 7 تمام؟ فطبعا ده بفلوس جامدة، يعني أنت عشان تروح تجيب لي مالتي لير سويتش طبعا فلوس يعني. فاهمني؟ أيوة فاهمني يا باشمهندس علي؟ أنا فاهمك يا باشمهندس. طبعا اللي مالتي لير سويتش انت ممكن تيجي مثلا على 20 بورت فيه تشغله لير 2، وتيجي على 5 بورتات تشغله لير 3، وتيجي على بورتات مثلا تشغلها لير 2 ولير 3 ولير 4 كده، يعني تشغلهم كله كل البورتات، يعني تشغلها كده ممكن تشغله لير 3 بس، وممكن تخلي بورتات يعني انت في ايدك تشغل كله لير 2، وممكن في ايدك تشغل نصه لير 2 ونصه لير 3، وانت في ايدك تشغله تلت كده وتلت كده. تفهمني؟ تمام. معايا علي؟ معاك يا باشمهندس. سؤال يا باشمهندس. اتفضل. طب الواحد يعني يقدر يستغنى عن الراوتر ويشتغل بلاير 3 اللي هو بص يا عم علي. طبعا بص يا كلامك الحاجة. انت هنا انت عمرك ما تستغنى عن الراوتر، لانك انت ما تكون شبكتك كده ده كده اكسس لير تمام، اللي هو اللير 2 سويتش صح. اللير 2 سويتش ديت ما تنفعش تستخدم كده لوحدها، لازم عشان تطلع تشوف تبص قدامها لازم انا حاجه احط اسمها لير 2 لير 3 سويتش صح كده. تمام. يعني ده لير 2 يا سيف صح، ودي لير 2، دي لير 2 اللي هي واصل عليها اجهزه الموظفين. الناس دي عشان تطلع تتحرك والترافيك يصير ما بين ده وده كده اللير لازم انا احط حاجه اسمها لير 3 تمام. اللير 3 ده علي هيستخدم في نقل الترافيك بتون جوه الشبكه عندك تمام. طب انا عايز خلاص انا هفضل اتحرك الترافيك هيصير عندي من عندي للشبكه جوه الشبكه. طب انا عايز اطلع على الانترنت، مين هيطلعني على الانترنت؟ راوتر. الراوتر. وصلت؟ وصلت. اللي يقدر يعدي لي بقى الترافيك بقى من هنا من اللان للوان مين؟ الراوتر. طب اللير 3 ده جاي لي بقى عشان يعمل لي هاي سكابيليتي تمام، وينظم لي الترافيك من لير 2 لللير 3 من بتون اللير 2 ده، يعني اللير 2 ده عايز يكلم اللير 2 ده في برودكاست صح، وانت عرفت ان اللير 3 ما بعديش البرودكاست، فاللير 2 ده ما يجي برودكاست يروح هنا اللير 3 ده هيعمل له ايه؟ دروب. بس مش هيعمل له دروب بقى، هيعمل له بروسيس، هيشوف الترافيك ده جاي لي مين؟ جاي لي ايه؟ لجهاز هنا، هيقوم واخد عامل له كده وعامل له بروسيس ومعديه. بس هيبعته يونيكاست. يبقى هو كده منع ايه؟ حول البرودكاست ليونيكاست. بروسيس سيرفر. فاهمني؟ مش احنا قلنا يا جماعه اللير 3 جاي عشان تمنع الفلود؟ ايوه. وعشان تمنع اللوب؟ اه. تمام؟ فدلوقتي لو جهاز هنا كده بعد برودكاست الراوتر اللير 3 سويتش ده يعمل فيها ايه يا علي؟ هيعمل لها بروسيس ويحولها ليونيكاست. يعني هتيجي هنا ان البرودكاست اللي جاي هنا هيتحول هنا يونيكاست. تمام. فاهمني؟ اه باشمهندس. وصلت؟ وصلت. طب تمام. تعال نيجي نبص الموديلات اللي موجوده في السوق يا سيف على ها؟ أه؟ نبص الموديلات اللي موجوده في السوق. اللي هي من سيسكو، يعني سيسكو عندها لير 2 سويتش وعندها لير 3 سويتش تمام. خط اللير السويتشات عند سيسكو اسمه يا سيف اسمه كاتاليست. اسمه يا سيف كاتاليست. كاتاليست. اسمه يا علي كاتاليست. كاتاليست. عندي حاجه اسمها كاتاليست 2960. الخط الجديد دلوقتي للسويتشات اللي موجوده في السوق اسمها 2960 اكس و 2960 كام؟ اكس ار. ماشي؟ وعندي عندي كاتاليست 3650 وعندي 3550. عندي 3000 قبل دي كده 3550 وعندي 3650 وعندي 500 و 300 يا باشمهندس 750 يا
تمام. وعندي نوع تاني اسمه 3750، ده مشهور جدا، هتلاقيه موجود في السوق، اسمه كاتاليست 3750، في منه اي واكس واكس ار، تمام. وعندك في عندك 3850، وعندك 4500 ايه، 4500 ايه ماشي، وعندك 6500 ايه، وعندك يا علي 6800 ايه. محدش سألني فين هنا اللير 2 واللير 3، صح؟ ايوه. بص يا علي، انت هنا هتيجي تقول لي انا ده 2990 اكس دي اللير 2، وده 2960 اكس ار دي لير 2 ولير 3. ما احنا قلنا يا جماعه اللير 3 يشتغل لير 2، لير 3 يشتغل لير 3 ولير 2، ده كلهم كده يا جماعه لير 3، مالتي لير 3، مالتي لير، مالتي لير سويتش. معايا يا سيف؟ ايوه معاك. معايا علي؟ معاك. طب هي شركه سيسكو عندها خط كاتاليست بس ولا عندها خط تاني يا علي؟ عارف والله يا باشمهندس. عندها خط اسمه نيكسس، اسمه داتا سنتر سويتش، نيكسس سويتش، نيكسس سويتش اسمها داتا سنتر سويتش. دي بص يا جماعه، دي سويتشات مخصصه للداتا سنتر، يعني انت ما ينفعش تيجي عند مثلا اجهزه الموظفين توصل لهم اجهزه سويتشات نيكسس، لان السويتشات دي غاليه جدا، سويتشات بتخش لها في مليون ريال، يعني سويتش واحد بمليون ريال يا علي او مليون ريال يا سيف. كم بورد ده يا باشمهندس؟ ها؟ في كم بورد ده اصلا؟ بيبقى مثلا اقل سويتش مثلا 3000، ده ممكن يكون في كم بورد؟ في 500 بورد، يعني في عندك نكسس 3000، 3000 دي ممكن يكون في 3000، ده ممكن يكون في 500 بورد. عندك نكسس كام يا علي؟ 7000. الموديل بتاعه 7000، عندك نكسس كام؟ 9508. 9508 دي في كام بورت يا علي؟ 1052 بورت، تخيل؟ لكن يا باشمهندس ليه كارت كون، ليه بورت الكونسول وزي كده الكونفجريشن والكلام ده؟ ايوه يا باشا، سويتش كده ضخم كده، كل ما تعوز تزود بورتات بتقلع مديول وتركب، تقلع مديول وتركب. تمام. عندك علي في واحد تاني اسمه 9518، دي في كام بورت يا علي؟ 2304 بورد. معايا يا علي؟ معاك يا باشا. طب بص يا علي، في هنا بص يا علي في موديل تاني اسمه 2000، هنا كده اسمه 9000، ثواني، في هنا 9504، 9504 ماشي. بص يا جماعه، انت كل السويتشات ديت ليها 3 بوت، ليها حجم ترافيك بيعديه او حجم باكت بيعديه. بص يا علي، انت كان السويتش ده في الكاتاليست ده دي كان بيعدي كام تيرا؟ بيعدي كام باكت؟ 3 بوت بتاعته كانت قد ايه؟ كانت 2 تيرا بايت، تيرا بت بير سكند، تمام؟ يعني ده بيعدي كام؟ 2000 مليار، دي بيعدي كام؟ 2000 مليار باكت في الثانيه، 2000 مليون باكت في الثانيه. تمام. ده بدأ اللي هو 6800، دي كان بيعدي كام يا علي؟ دي كان بيعدي 11.4 تيرا بت بير سكند،
الثروبوت بتاعته كان 11.4 تيرا بت بير سكند. طب ماشي، طب ما دول بيعدوا باند ويدث كتير، هو لازم نستخدم النكسس؟ لا، شوف النكسس بقى بيعدي كام بقى يا علي. ده كان 9504، دي كان بيعدي كام يا علي؟ 15 تيرا بت بير سكند. معايا؟ طب ال 9508 كان بيبعت كام؟ بيرسل كام؟ او الثروبوت بتاعته كام؟ 30 تيرا بت بير سكند. يا باشمهندس سرعه البورت بتاعته؟ لا، الثروبوت بتاعته، يعني حجم البورتات اللي عنده كده كلها، لو جاله باكت، لو جاله مثلا داتا بحجم 30 بت، 30 تيرا بت بير سكند في نفس الثانيه، يقدر يعمل لها فورورد. ما شاء الله. تخيل ان انت يجي لك داتا بحجم 30 تيرا بت في الثانيه الواحده. يعني عارف، انت عارف يعني ايه 30 تيرا؟ 3000 30000 باكت بير سكند. معايا؟ معاك يا باشمهندس. طب اللي هو 9518 كان بيرسل كام؟ 60. 60 تيرا بت بير سكند. معايا سيف؟ معاك. فعشان كده انا، بص يا جماعه، انا يوم الحجم الموظفين عندي هيبعتوا، مش هيبعتوا بحجم مثلا 80 جيجا، يعني اللي يستخدم لهم نيكسز. ده السويتش ده مثلا ممكن يخش له مثلا في 700000 ريال، ممكن يخش 700000 ريال بالمصري، يعني يخش له في 5 مليون ولا 6 مليون، اضرب في 4 يعني 3 مليون. 3 مليون و 3 مليون سويتش مثلا ب 3 مليون جنيه مصري ليه يعني؟ فاهمني؟ تمام. وصل كده علي؟ وصلت يا هندسه. في حاجة أنت مش فاهمها؟ لا تمام. لو حاجة أنت مش فاهمها قول لي عليها. لا تمام والله. معايا؟ معاك يا باشا. معايا يا سيف؟ معاك يا كده أمورنا تمام. الحاجات دي يا جماعة، في منافس اسمه، في منافسين كتير لسيسكو في السوق، بس سيسكو من أقوى الشركات اللي بتصنع سويتشات. يعني انت لو قدامك سويتش سيسكو وسويتش اتش بي وسويتش هواوي وسويتش جينيبر، اي هتختار انهي واحد؟ سيسكو. سيسكو على طول في السويتشنج. لو قدامك راوتر سيسكو وقدامك راوتر جينيبر، تختار انهي راوتر؟ جينيبر. اختار جينيبر. جينيبر على طول. جينيبر قويه جدا 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 في الراوتر. في الراوتر يعني اقوى من سيسكو في الراوتنج. سيسكو جينيبر اقوى من سيسكو في الراوتر. الراوترز. طب ليه كده يا باشمهندس؟ ليه كده؟ هو الاستابيليتي بتاعت الراوتنج في الجينيبر اقوى من الاستابيليتي، حجم الباكت اللي بتتبعت او حجم البروسيس اللي بتتبعت في الراوتنج في الراوتر بتاع جينيبر اقوى واعلى من حجم الباكت اللي بتتبعت في الراوتر بتاع، ما بتتقاس بيه عليه بالثروبوت. يعني بص هقول لك على حاجه، انا لو جيت هنا اقول لك مثلا تعال نخش في جينيبر. جينيبر عندها بس موديل واحد في الـ في الـ عندها بس. انت عندك سيسكو عندها خطين تصنيع، كاتاليست وايه؟ ونكسس. لا، جينيبر عندها نوع واحد اسمه اي اكس، تمام؟ عندها اي اكس 2200 وعندها اي اكس كام؟ 3200 وعندها اي اكس كام؟ 4200 وعندها اي اكس كام يا سيف؟ اعلى موديل عندها 8200. في 8200 ده عندها موديل اسمه 8216، حجم الثري بوت بتاعته كام يا علي؟ توقع كده حجم الثري بوت بتاعته كام؟ 12.4 تيرا بت بير سكند. طب دلوقتي يا عم علي، انا عندي دلوقتي جينيبر عندها اعلى راوتر موديل بيبعت كذا 12.4، اروح اجيب النكسس ولا اجيب الجينيبر؟ النكسس وصل 60 تيرا، حجم الثروبوت بتاعته 60 تيرا.
طب انا عندي داتا سنتر ضخمه جدا، استخدم نكسس ولا استخدم جينيبر؟ جينيبر يا ابني، عندي 60 تيرا دي 12.4. نكسس طبعا هستخدم نكسس. في موديل تاني اي اكس 9200 معايا كده يا شباب؟ ايوه وصلت. اللي مش فاهم حاجه يقول يا جماعه عشان ايه نتناقش مع بعض. كله تمام؟ في حاجه علي واقف عليك؟ لا تمام والله يا باشمهندس، الله ينور. طب تمام. بص يا جماعه، انا دلوقتي الديزاين، انا الشبكه عندي لازم أن يكون لها ديزاين، صح؟ بالظبط. في حاجه اسمها نتورك او كامباس، مثلا نتورك ديزاين او كامباس ديزاين، نتورك كامباس ديزاين. بص يا جماعه، اول ديزاين عندي اسمه ايه؟ شيرد نتورك. يعني ايه شيرد نتورك؟ بص يا سيف، انا عندي هنا سويتش، انت عندك في المكان، عندك في الشركه، عندك انا جبت هنا عدد موظفين وعجاء والكلام ده، صح؟ ايوه. جيت هنا جايب سويتش 24 بورت، موصل عليه 22 موظف دلوقتي، جه موظفين جداد، هم عامل ايه؟ واخد كابل تاني وجايب سويتش تاني وموصل عليهم الموظفين، تمام؟ جه موظفين تانيين، جه السويتش ده خلص وفضل بورت، هم واخد البورت ده وموصله على سويتش تاني، تمام كده، هم موصل عليه الموظفين. دي اسمها ايه يا علي؟ شيرد. هم دلوقتي شيرد فين؟ في البرودكاست. كلهم دلوقتي لو حصل برودكاست، تمام، هيصير عنده، هيصير ايه في كل الناس على السويتشات كلها، تمام معايا؟ فدي اسمها شيرد، معايا؟ في بقى الثانيه اسمها ايه يا علي؟ في حاجه اسمها ايه اللي هي انت بتعمل بتحط فيها راوتر، اسمها ايه؟ الراوتر. الراك يا باشمهندس. طب احط الراوتر ليه؟ مش عشان اعمل لان سيجمنتيشن؟ ايوه. لان سيجمنتيشن يعني ايه يا سيف؟ بص يا سيف، انا هنا دي شبكه اهي، ده الناس اهي، هيوصل انا دلوقتي حجم ده، الناس دي خلصوا كده، صح؟ ايوه. هم واصلين على راوتر او على لاير 3 سويتش مثلا، واصلين على لاير 3 سويتش. انا ما ينفعش هنا ام خلص ام وصل على سويتش، لا، في ناس جت جديده ام كده وموصلهم على لاير 3 سويتش، راوتر على لاير 3 سويتش او راوتر عادي يعني. هنا الناس دي خلصت ام موصلهم على لاير 3، على لاير 3 سويتش تاني كده. انا عملت سيجمنت، يا سيجمنتيشن. السيجمنتيشن تم ازاي؟ تم ان انا منعت البرودكاست هنا، اللي كان هناك مش كنت عامل حاجه اسمها ميكرو سيجمنت، الثاني كان كنت عامل الناس كلها شيرد، كنت حاططهم في برودكاست دومين خاص بيهم، فانا هنا عامل حاجه اسمها لان سيجمنتيشن يا علي، معايا؟ تمام. هعمل لان سيجمنتيشن عن طريق ايه؟ لير 3 سويتش، ان انا اخلي كل نقطه في الشير، في الشير سيجمنتيشن برودكاست، صح؟ في الشير ده برودكاست، مظبوط. في الشير كل سويتش عندك بيبعت برودكاست، فالبرودكاست ده بيسمع في كل السويتشات اللي عندك، مظبوط. طب تمام، انا عملت هنا يا جماعه، عملت حاجه اسمها لان سيجمنتيشن. يعني ايه لان سيجمنتيشن؟ انا عندي نتورك اهيت كلها قسمتها لحاجه اسمها يا علي فيلان، معايا؟ تمام. فقسمت اللان ديت لفيرشوال لان، فيلان، فيلان. الناس دي عشان تكلم بعض يا علي لازم انا احط لير 3، لان ديت بقت شبكه لوحدها، ودي بقت شبكه لوحدها، ودي بقت شبكه لوحدها. مين اللي براوت بتوين ديفرنت نتورك يا علي؟ لير 3 سويتش. لير 3 سويتش او راوتر. تمام. تمام؟ يبقى انا احط هنا لير 3 سويتش او راوتر. فكده انا عملت حاجه الديزاين بتاعي اسمه ايه؟ لان سيجمنتيشن. انا قسمت الشبكه بتاعتي اللان، قطعتها لفيرشوال
لان او اللي او سب نت نتورك معايا. طب السب نت نتورك ديت عايزه تتكلم بعض او نت ديفرنت نتورك دي عايزه تتكلم بعض تعمل ايه؟ بيران تحط ايه؟ تقسمها لفيلانات. لا ما انا هو انا قسمتها لفيلانات بقت ديفرنت نتورك عشان الديفرنت نتورك دي تتكلم بعض في ترافيك يصير ما بينهم. احط فين في النص؟ اللير 3. لير 3 الله ينور عليك. اللير 3 هو اللي هيطلعهم ويخليهم يكلموا بعض. تمام. طب تمام دلوقتي يا جماعه الديزاين ده لو الراوتر ده وقع الفيلانات ده هتكلم بعض؟ لا طبعا هتكلم بعض. الديزاين بتاع ده في حاله ان اللير 3 وقع الديزاين كله وقع تبقى مش هينفع معايا. كيف كيف معلش يا باشمهندس اشرح لي تاني. مش احنا قلنا ديت الفيلان ديت بقى ديفرنت نتورك؟ ايوه تمام. ديفرنت نتورك كده عشان تروح تكلم بعض مين بيروت ما بينهم؟ لير 3. طب اللير 3 ده وقع مين الشبكات الفيلانات ده هتروح تكلم بعض؟ ايوه ايوه هتقع صح تمام معايا؟ ايوه ايوه مظبوط مظبوط تمام. الديزاين بقى اللي هي سيسكو بتعمل لك ريكومنديشن عليه اسمه هيراركي ديزاين. ايه هو بقى عليه؟ بتقوم انت عامل حاجه اسمها كده اكسس سويتش ماشي؟ ماشي كده ايه ده اكسس ايه دي لير 2 سويتش عشان طبعا اللير 2 ديت عشان احدد احجم حجم الترافيك او احدد حجم البرودكاست او حجم الفلاد او حجم اللوب احط لهم ايه؟ لير 3 لير 3 لير 3 سويتش. تمام هوصلهم كده يا علي كلهم على اللير 3 صح؟ تمام كده كلهم على اللير 3. طب انا عايز طب انا علي انا عايز اخلي الناس ديت لو افرض اللير 3 سويتش ده وقع ما الشبكه تقع اقوم حاطط ايه تاني؟ حاجه اسمها ريدندنسي حط كمان لير 3 معايا يا علي؟ فهمتك يا باشمهندس تمام. واقوم حاطط موصل السويتشات ده عليه كده يكون باك اب يعني يكون باك اب ليه؟ زي اللينكاه يا باشمهندس. ما هو لينكاه ازاي؟ يا علي تمام 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 معاك انا فاهم. الكورس اللي هنا اللير 3 سويتش ده اسمه هيبقى ديستريبيوشن ده هتبقى اكسس لير ديستريبيوشن لير في هنا طبقه اسمها الكور تمام دي اللي هتاخد الترافيك. يعني بص هقول لك الحاجه انت هنا الكور ماشي الكور ده بيبقى في الداتا سنتر عندك وبرضك الديستريبيوشن بيبقى في الداتا سنتر. الداتا سنتر ده هنا بيبقى كده في هنا ايه في هنا كده ايه سيرفرات هنا في سيرفرز عندك طبعا انت الشبكه عندك شغاله مين بيهندل طبعا انت عندك لير 2 ده شغال هيستخدم ايه عليه عشان يروح يكلم السيرفرات عندك صح بالظبط معايا تمام. طب دلوقتي يا عم علي مين هيهندل الترافيك ده كله مين هيبقى عليه الدنيا دي كلها لان بص الترافيك بيجي كده بيمشي يروح للايه للديستريبيوشن الديستريبيوشن بيرميه على مين على الكور ايوه مين بيهندل الترافيك كله الكور الكور طب دلوقتي يا جماعه انا قلت لكم لو الكور وقع الشبكه كلها ايه هتقع هتقع لان هو الكور هو اللي بيهندل الترافيك كله ايوه لازم احط له الكور ده ايه بكب. حط له كمان واحد. انتوا عارفين يا جماعه ان الكور ده هو اللي بيهندل الترافيك كله يعني لازم أن يكون ايه؟ يكون مواصفاته حلوه يعني. ماشي؟ طب دلوقتي يا علي انا لو انا ما عنديش ميزانيه اجيب كور تاني اعمل ايه؟ مش معاك ميزانيه تعملها مثلا على انا ما عنديش ميزانيه اجيب كمان كورس سويتش تاني كده اعمل ايه يا علي؟
تعمل ترانك. اعمل ايه يا سيف؟ جيب بقى الراوتر كده يا سيف، انا لو ما عنديش ميزانيه اجيب كورت سويتش تاني، اعمل ايه؟ اجيب راوتر. انا ما عنديش ميزانيه يا جماعه اجيب كور سويتش. يا جماعه حتى انت الراوتر مش هيعرف يهندل الترافيك جوه اللان، لان الترافيك جوه اللان كبير عن الراوتر. وقلنا لك الراوتر بطيء جدا ان هو يهندل، لانه بيعتمد على السوفت وير. مش هينفع احط راوتر، شيله، شيل الكور احسن، لان لو الكور وقع تمام بقى الدنيا كلها خلاص. شيل الكور، مين اللي كان بيهندل ما بين الديستريبيوشن؟ الكور صح؟ ايوه خلاص، شيل اللينكات اللي كانت واصله للكور، وخلي اللينكات ما بين الديستريبيوشن حطهم ما بينهم. اللي كانت واصله ما بين الكور والديستريبيوشن وصلها، هل كده وصل ما بين الكور بتو لينك كده، ووصل الداتا سنتر عليهم. وصلت؟ مظبوط مظبوط، تمام تمام معايا يا علي؟ تمام يا باشمهندس. يعني ما ينفعش تحط كور واحد. لو انت بتعمل امبلمنتيشن او بتعمل ديزاين لشبكه، ما تنفعش تحط كور واحد. يا اما اتنين يا باشا. لا اما اتنين، لا اما تشيله خالص وتوصل التو ديستريبيوشن باتنين لينكاي. تمام؟ التو لينك ده يا سيف هتبقى لير 3 بورت. ليه؟ لان كل الترافيك اللي جاي من هنا لير 2، تمام؟ واللي جاي من هنا لير 2. لو خليت هنا لير 2 هيصير عندك ان لازم البورتات عندك تتقفل، فممكن البورتات دي تتقفل عن طريق السبانينج تري، فخليها لير 3 سويتش، لير 3 لير بورت، لير 3 بورت. ازاي؟ ما هو بص يا علي، انت ما تخليها لير 3 بورت، طبعا ده هيبقى اكتف وده باك اب، هيبعتوا لبعض بينج على على البورتات دي، على البورتات دي. اما دي يصير داون، هيقوم ده عارف ان البورت بقى الكور سويتش الاولاني او الديستريبيوشن سويتش الاولاني بقى داون، ده يصير اب لوحده باك اب، اللي هو يصير اكتف. ايوه فهمت يا علي؟ فهمت يا باشمهندس. يعني ده اكتف اهو وده باك اب، او اكتف ستاند باي. لو الاكتف ده وقع دي يحس ازاي؟ لو ليه دي لير 2 ما البورت ده معمول له بلوك او معمول له اي حاجه فهيغيب، فطبعا دي لازم تخليه لير 3 سويتش او لير 3 بورت عشان تحط عليها ايبهات وتخلي ان هو يعملوا نيجوشيشن بتوين بعض عن طريق البورتات دي، اللي هو التراك. يعمل تراك، يعني ايه تعمل تراك يا علي؟ يعني يعمل تراك للباكت بتوين الكور سويتش عن طريق البنج. يعني ايه الكور سويتش؟ يعمل بنج على 100، يعني انت لو حاطط هنا 192 168 1 2 ودي 1 1 1 1 او 1 2، يعمل بنج على 1 1 تمام. في حاله انه ما بردش عليه يعرف ان دي بقى داون، يوم قايل له ده بقى داون، انا سير ايه اكتف. لو هو لير 2 سويتش هتعمل تراك على لير 2 سويتش ازاي؟ ماشي؟ ماشي. فهمت انت الديزاين ده؟ فهمته. الديزاين ده يا جماعه فيه ثلاث انواع من البورتات، ثلاث انواع من السويتشات. اول نوع اسمه ايه يا سيف؟ اكسس لير او اكسس سويتش. اكسس سويتش. سؤال يا باشمهندس معلش. اتفضل اتفضل. الكور ده اللي هو سويتش برضو راوتر قصدي، قصدي سويتش. مالتي لير سويتش. الكور هو اللي... تمام يا باشمهندس. مش احنا شرحنا، شفت اللي هو السويتشات اللي بيبقى حجم الباكت بتاعها بيبقى 3000 اللي هو اللي بيبقى فيها 30 تيرا بت و12 تيرا بت، ده بتبقى طبعا ايوه ايوه لانها هي اللي بتهندل الترافيك كله بتوين السيرفر والداتا والداتا سنتر يعني. تمام يا باشمهندس. عندك الاكسس لير بتبقى سبورت لايه يا عم علي؟ سبورت للفيلان، وسبورت حاجه اسمها السبانينج تري تمام،
وسبورت اللي هي البي و اي. بي و اي يا علي، بي و اي انت عندك سويتشات كهرباء، ده كهرباء وداتا سبورت كهرباء باور اوفر ايثرنت بي و اي باور اوفر ايثرنت اوفر ايثرنت. وباش مهندس في سويتشات سبورت برضو اي بي فون. اي بي فون ازاي يعني؟ قصدي في لام، في لام بتدي كهرباء وداتي البي او اي كهرباء وداتي. في بورتات باش مهندس بتديك بي او اي اللي هي داتا وكهرباء. ما هي البي او اي يعني انت دلوقتي في، بص يا علي، في تليفونات عايزه تقوم تاخد كهرباء، فانت دلوقتي لو السويتش عندك مش بي و ايه، هتضطر ان انت تروح تقوم التليفونات ديت عن طريق باور ادابتور. تمام. طب دلوقتي لو السويتش بتاعك مزود للكهرباء ازاي؟ ما انت عارف ان السويتش او البورتات مثلا عندك الكيبل عندك 8 4 بير صح؟ تمام. 4 بير صح؟ بستخدم كام بير في نقل الداتا؟ 2. هتبقى عندي 2 بير تانيين صح؟ بستخدمهم فين؟ ان انا انقل الكهرباء الباور عليه. يا ازاي يا سيف؟ انت مش عندك بير اللي هو بتاع الاورنج؟ ايوه. 1 بير اللي هو بير يعني مزدوج يعني زوج يعني. بير يعني زوج. عندك اللي هو الاورنج 1 بير اللي هو 1 بير اللي هو بتاع الاورنج، وعندك 1 بير اللي هو بتاع الجرين صح؟ ايوه صح يا علي، بتاع الجرين صح؟ بتاع الجرين. تمام. دول الاورنج بعمل عليه سند تمام، وده بعمل عليه ريسيف. ايوه تمام. طب البير التانيين الاربعه التانيين اللي هو ايه؟ بير اسمه بير اللي هو الوان بير اللي هو البلو، البلو وان بير اللي هو ايه؟ البراون. ده بقى نقل عليهم ايه يا علي؟ بنقل عليهم كهرباء. بنقل عليهم كهرباء، بنقل عليهم باور. ماشي؟ تمام. لو السويتش سبورت البي و اي، بنقل عن طريق الزوجين دول بي و اي اللي هو الباور يعني كهرباء. ماشي؟ تمام. الاكسس، بص يا جماعه، الاكسس ده لير 2 سويتش، دي سبورت بيبقى، بس ان الاكسس لير دي بتبقى لير 2 سويتش. ماشي؟ ده بيبقى سبورت الايه؟ بيزك سكيورتي. تمام؟ ودي بقى بيزك ايه؟ كواليتي اوف سيرفيس. بيزك كواليتي اوف سيرفيس. ماشي؟ يعني ايه كواليتي اوف سيرفيس يا سيف؟ بص يا سيف، انا عندي دلوقتي عايز احسن اداء الفويس. انا عندي دلوقتي داتا وفويس، عندي الداتا، عندي فويس وعندي داتا. انا دلوقتي انت عارف ان الفويس ما ينفعش يحصل فيها ديلي، فانا عايز افضل الفويس عن الداتا. لو البورت جاله، مش انت في البفر السويتش، لو جاله داتا وفويس بيعمل ايه؟ فيرست ان فيرست اوت صح؟ ايوه فيرست ان فيرست اوت. لو الفويس جاله بعد الداتا هيطلع الداتا واستنى الفويس صح؟ ايوه. طب انا عايز اعمل كواليتي اوف سيرفيس، لو انا جالي في البفر فويس ما خلاش تستنى، عداها على طول، خلاش تقف في طابور، تعدي على طول. فهمت قصدي؟ ايوه ما علي معاك يا باشمهندس. دي اسمها كواليتي اوف سيرفيس. في حاجه اسمها ديستريبيوشن. ديستريبيوشن هي الطبقه دي اللي انا قلت لك عليها. ليه دي بقى ايه فيها سويتشات يا عم علي؟ سبورت الايه؟ سبورت لير 3 تمام، وسبورت الفيلانات سكيورتي ها، اللي هو سبورت
Advanced Security. ماشي؟ دي Advanced Security يا سيف، وده Advanced ايه؟ Advanced Quality of Service. وانها بص حجم الثروبوت بتاعها بيبقى عالي يا علي، يعني ايه؟ عشان بتنقل الترافيك او تعمل فورورد للترافيك لازم أن يكون حجم الثروبوت بتاعها بيبقى عالي، اعلى من لير 3، اعلى من الاكسس لير. يعني بص يا علي، يعني ما ينفعش الاكسس لير يبقى اقوى من الديستريبيوشن. ليه؟ لان الديستريبيوشن هو اللي بيهندل الترافيك من هنا ينقله للكور، فما ينفعش اللير 2 ده يبقى اقوى من الديستريبيوشن. الديستريبيوشن ده بيبقى اقوى من لير 2 سويتش، او من اقوى من الاكسس لير. تمام تمام. عندك بقى طبقه الكور، الكور سويتش يا عم علي بتبقى سبورت الايه؟ لير 3 ولير 2 وسبورت الايه؟ هي مش هتشوف فيلانات، هي مش هتشوف فيلانات بقى يا علي. هي سبورت الفيلانات بس هي مش هتشوف فيلانات. ليه بقى؟ لانك انت ما يكون هنا عندك كور سويتش، هنا ما يكون عندك هنا كور سويتش، هنا كور وهنا كور، صح؟ الترافيك اللي ما بين الديستريبيوشن والكور ايه؟ لير 3 مش لير 2. يعني انت هتروت هنا ما بين الكور سويتش براوتنج بروتوكول. مظبوط معايا؟ تمام يا باشا. فهمت يا علي؟ تمام فهمتك يا فندم. يعني الترافيك ما بين الكور سويتش والكور والديستريبيوشن والديستريبيوشن سويتش هتبقى ايه؟ نوع ايه؟ لير 3. تبقى لير 3 مش لير 2، لانك انت لو خليتها لير 2 انت بتزود كده حجم البرودكاست، او بتزود حجم الفلاد، او بتزود حجم اللوب، ممكن يحصل عندك لوب. فمين اللي بيمنع اللوب؟ لير 3. مين اللي بيمنع الفلاد؟ اللير 3. فالافضل عندك انت تزود حجم ايه؟ اللير 3. تمام؟ تمام. فهمت يا علي؟ فالكور سويتش سبورت اللير 3 وحجم الثري بوت بتاعته عاليه جدا. تمام؟ ماشي. وادفانسد سكيورتي وادفانسد كواليتي اوف سيرفيس. معايا؟ ايوه. طب تمام تمام. بصوا يا جماعه، احنا عشان بس ده اخر جزئيه وهنخش في الحصه الجايه في الفيلانز. تمام؟ او نخش في اللي هو ايه البيزك كونفيجريشن بتاع السويتش، تحط انيبل باسورد وازاي تشيل الفلاش والكلام اللي هو الايه، لو السويتش عندك فيه مشكله تعرف ازاي تحمل له فلاش والكلام ده، هنعملها بكره. ماشي؟ تمام. بص الاولد ديزاين كان بيعتمد على ايه علي؟ اولد ديزاين، بص يا علي، الاولد ديزاين كان بيعتمد على ايه؟ 80% 80% لير 2 و20% ايه؟ لير 2 لير 3 روت، يعني لير 2 و20% ايه؟ و20% ايه؟ لير 3. ازاي بقى يا سيف؟ بص يا سيف، انا كنت بقسم الناس هنا كده فيلان مثلا يا علي، انا كنت بقسم الناس هنا فيلان بتاعه الاي تي، كنت بعمل ايه؟ كنت باجي في الاي تي احط لهم السيرفرات بتاعتهم، تمام، واحط لهم البرنترات بتاعتهم. مثلا انا احمد عندي برينتر، مثلا عندي تليفونات اي بي تليفون، عندي كل حاجه بحطها هنا. ماشي؟ فكل الترافيك اللي هنا ايه؟ فيلان واحده، كل الترافيك هنا لير 2 طالما على السويتش وعلى الفيلان كلها لير 2. تمام؟ جيت هنا في الاتش ار، جيت هنا حطيت لهم نفس الحوار، حطيت لهم السيرفر بتاعهم وحطيت لهم البرنترات بتاعتهم وحطيت لهم الاجهزه الخاصه بتاعتهم بيهم هنا في فيلان مثلا الاتش ار اللي هي فيلان مثلا 20. وقمت انا جاي هنا، كل الترافيك هنا كله كام يا علي؟